بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله غادي نصوبو جلبانه، غادي نديروها في القراعي كونسيرف. غادي تبقى لينا مده طويله هاد الجلبانه، ممكن تبقى لينا تاع عام ما يطرى لها والو. بطريقه مختلفه، ما غاديش نشدو نديروها في الكونجيلاتور، غادي نديرو لها طريقه مختلفه. انا شديت تقريبا واحد 2 كيلو ديال الجلبانه، نقيته كيف ما كتلاحظوا، شديت الماء دفيتو حتى طاب مزيان وطفيت عليه وخليته تدفى. وغادي نحتاج قراعي معقمين، كلشي كيعرف كيف كنديرو حتى كنعقمو القراعي. المبتدئات اللي ما كيعرفوش التعقيم ديال القراعي، كنشدو القراعي وكنسدو عليهم قراعي ديال الزاج، كنشدوهم وكنغسلوهم وكنديروهم في كوكوط او برمه، كنديرو فيهم الماء وكنردوهم فوق البوطه بالقفايل ديالهم حتى كي يغلى ديك الماء. وكان نحاولوا نجبدوهم ديك الماء، ما ندخلوش يدينا لداخل، ما ندخلوهمش لداخل، نجبدو القراعي غير بشويه من على برا باش ما يرجعوش لنا داك البكتيريا وداك الشيء اللي عقمناهم. وغادي نحتاجوا الملحه وهاد القزبر يابس، كيبقى اختياري، اللي ما عندهاش ممكن تستغنى عليه. انا كيعجبني في هذا المذاق ديال الجلبانه. هاد الجلبانه ممكن نحتاجوها بزاف، غادي نطيبو بها، ممكن نديروها في شلايد، كتبقى لينا مده طويله وما كيخسرش لا المنظر ديالها لا المذاق، ما كيتغيرش. دابا غادي نبداو على بركه الله. غادي نشد داك القراعي، غادي ندير داك الجلبانه فيهم، ونحاول ما نخشيش ايدي لداخل في القرعه. انا راه معقمه وخليتهم تنشفوا، وغادي ندير فيهم دابا داك الجلبانه. انا شديت جلبانه درتها في هاد القراعي كيف ما كتلاحظوا. دابا غادي نضيف ليها القليل من الملحه، تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، راه كيميه مهمه، معلقه صغيره. وغادي نضيف ليها قليل من القزبر يابس، هذاك اللي يكون كيبقى اختياري، هو كيعطي واحد النكهه جميله لهاد الكونسيرف ديال الجلبانه. وغادي نضيف ليها الماء غليان، نكون ديجا غليته ونخليه يدفى، وغادي نضيفه لهاد الجلبانه. غنغطي على ديك الجلبانه كيف ما كتلاحظوا، صافي انا عمرتهم. غادي نجيب هاد القفاله ديالها، تايره معقمه صافي، وغادي نسدها مزيان وغادي نديرهم في الكوكوط. الكوكوط انا درت فيها القليل من الماء كيف ما كتلاحظوا، الماء غير عادي ما سخون ما والو. غادي نشد هاد القراعي وغادي نديرهم فيهم. بعد ما درت داك القراعي درتهم في الكوكوط كيف ما كتلاحظوا، انا غادي نجيب داك القفاله ديال الكوكوط وغادي نسد عليهم وغادي ندير الصفاره. انا راني درت الصفاره، سديت الكوكوط مزيان، وغادي نديرهم دابا فوق البوطه، غادي نديرهم فوق البوطه وغادي نخليهم ثاني. غادي نعقم داك القراعي، غادي نطيب لي داك الجلبانه بما طابت لي داك الجلبانه، حتى داك القراعي كيولو كونسيرف. كي غادي نسد عليهم قلنا غادي نسد عليهم في كوكوط، ودرت غير الماء بارد عادي من روبيني. غادي يبدا يغلى ليا داك الماء، مي بدا يغلى داك الماء وبدا تصفر الصفاره، كنكونو جاهدين البوطه، غير كتنقص، غير كتبدا تصفر داك الصفاره كنقصو عليها حتى لحد الاخر ديال البوطه، كنقصو عليها وكنخلو داك كنحسبو 30 دقيقه وكنطفيو عليه. وديك الساعه رجل البنه عندنا موجوده واجده. نتمنى تكون وصلتكم الفكره اللي قلت لكم. وهاد الجلبانه راه كتجي هائله وكتصبر وكتبقى حتى العام، احسن ما نديروها في البلاستيك وداك ونديروها في الكونجيلاتور، كتغير لها اللون ديالها وحتى المذاق ديالها ما كيبقاش كيف جلبانه مي يلاه كنكونوا وجدناها جبناها. هاي بدات كتصفر الكوكوط، دابا غادي نقص عليها البوطه
وغادي نحسب لها 30 دقيقه ان شاء الله، وغادي نطفي عليها، وديك الساعه غادي تكون عندنا جلبانه واجده. وبعد ما خرجتهم من طفات عليهم الكوكوط كنخليهم حتى يبردوا شويه، وانا دابا غادي نزولهم، راه باقي مازال سخان، نحاول نخليهم حتى يبردوا، ما نجوش نخرجوهم حتى حطيناهم هنا، حطيناهم فوق البوطاجير يقدروا يتفرقع علينا داك الدجاج، تهرس لينا، يقدروا يتهرسوا لينا. نخلو حتى يبرد داك الماء يدفى، عاد غادي نزولوهم. بعد ما كيوجدوا كيف ما كتلاحظوا، صافي غادي نخليهم يدفاو وغادي ندخلهم الثلاجه ديالنا. وها هما عندنا الجلبانه ديالنا واجده، ممكن نستعملوها في عده استعمالات، نديروها مع البيض، نطيبوها في المرق، حتى نطيبوا المرق ونديروها هي في الاخر، نضيفوها هي في الاخر. بغينا نديروها في السلطات، راه طيبه واجده، غير نجبدوها نديروها مع الروز، نخلطوها مع الروز، مع الطون، مع اللي بغينا. هذه هي الجلبانه ديالنا، نتمنى تنال اعجابكم وتعجبكم هذه الفكره، ونتمنى تشجعوني وتدعموا القناه ديالي، وبالصحه والراحه.